خلينا اتكلم عن الصفقات اللي جايه. يعني احنا شفنا محسن الحمد لله مضى امبارح مع النهارده الصبح مع كابتن رؤوف عبد القادر. شايفين الصفقه دي اكيد انتوا كلاعيبه كبار ليكوا دور، يعني اكيد اتعرض عليكم الكلام والنادي الاهلي عشان في الكره الطائره يجيب لعيب وعنده الناشئين دول كلهم وعنده الاسامي دي، اكيد انتوا كان ليكوا دور برضو اكيد. لا بص بصراحه الحته دي انا يعني ما يعني حته التعاقدات او كده بتبقى دايما فيها. لا كابتن ميدو بصراحه بيبقى يعني طبعا ده برضه احترم لحاجه يعني طبعا انا مش قصدي طبعا ان لا طبعا بس دي يعني دي سيستم فرق فعلا كويس جدا ومستقبل فعلا رهيب بالنسبه بس بيبقى ايد المدير الفني طبعا كابتن ميدو هو اللي يعني بيقرر طبعا موضوع التعاقدات كلام جميل وهو اللي يعني بيبتدي بقى طبعا يكلم اللعيبه والكلام ده. ولكن طبعا لو يعني في بعض المواقف طبعا مثلا في مراكز معينه او في كلام ده لازم انت بقى تساند يعني فاهم قصدك يعني فاهم ان مثلا لو في اختيار مثلا كابتن ميدو او كده لازم انت لان انت على فكره من في ناس بتهاجم في لعيب مش عايز يجي النادي الاهلي مش عايزه يجي في فرقه الاهلي مش لازم محمد محسن ومش لا لازم على, على على مبدا لازم عام. انت بمبدا صحيح. عام اي حد داخل على الفرقه لازم انت تساند لا اللعيب ده هيفيدنا لازم هيعمل لازم ده حاجه عامه لازم دي يعني ما ينفعش ان انت بس يحترم كلامك ان انت بتقول احنا حتى في التعاقدات عشان يبقى في رفع للاحراج مثلا ممكن يعني بالزبط. بنسيب الموضوع في ايد المدير الفني ونتقبل لطيف يعني الكلام ده يعني طبعا يعني الموضوع يعني لازم يبقى لازم المدير الفني يبقى دي حريه يعني دي حريته وجهه نظره الفنيه لازم يعني انا مثلا محمد محسن جه انا دايما كنت بقول ان هو امكانيات سنتر بلوك من احسن الامكانيات الموجوده في مصر وهو يعني ممكن الحاجه الوحيده اللي هتتعبه هو او اي حد جاي او اي حد الدخول جوه فريق النادي الاهلي والاندماج جوه سيستم النادي الاهلي هي دي اهم مرحله صحيح اهم من الملعب ما لسه رؤوف بيقول رؤوف بيقول لك المسانده من اللعيبه اصبح الزام دي اهم حاجه واهم من الملعب بس هي يعني سنه حياه ولازم الناس بتسلم بعض فما ينفعش انت تبقى واخد الموضوع مين جاي ومين رايح لا هو مدير فني حتى اللعيبه المعاره ما ممكن برضو ما اللعيبه دي ولاد النادي الاهلي وانتوا اتمرنتوا معاهم فلازم ما يرجعوا هتحتوهم يعني وضع طبيعي يعني لا انا بتكلم اللي جاي من بره سيستم النادي الاهلي لسه جديد على النادي الاهلي انا اتعرضت للموقف ده وحسيته فدي اصعب سنه بتعدي على اي لعيب ان هو يقدر يعديها ان انت تخش من اي مكان لاي مكان في مصر بس يا كابتن ما اعرفش حضرتك تتفقوا معايا ولا انا شايف ان دي في النادي الاهلي باذنك يا رب مش هيبقى فيها مشكله يعني قصدي اقول اللعيبه اللي موجوده دلوقتي والماتيريال او نوعيه اللعيبه اللي موجوده من دلوقتي دي تستوعب اي حد خلقا وفنيا لا دي سهله مش هي دي المشكله هي مفيش ضغط جماهيري زي نادي الاهلي وكمان هي بترجع للعيب ذات نفسه طبعا لازم اللعيب يبقى طبعا عليه دور جدا يعني بنشوف طبعا في الرياضه ان في لعيبه ما تتاقلمش مع فرقه في لعيبه بتنجح جدا مع فرقه صحيح. ده اللعيب طبعا هو ذات نفسه ليه دور لازم هو يساعد نفسه انه يعدي المرحله اللي هي اللي في الاول وطبعا الجهاز بقى طبعا الفني والاداري بيبقى ليه دور مهم جدا طبعا في يعني في احتواء برده اللعيب اي لعيب جديد داخل على الفرقه ده طبعا مهم جدا عشان ينجح مع الفرقه اهم مرحله ليه